الفعالية اجت بناء على رغبة من الوفد الإسباني، حابب الوفد الإسباني يزور جامعة دمشق ويوطد علاقات البحث العلمي مع جامعة دمشق، وحابب يطرح مشاريع بحثية تفيد جامعة دمشق. فكانت فاجت الزيارة بما يخص طرح بعض الأفكار من الجانبين. طبعا الاستفادة بدها تكون من المتبادلة من الجانب الإسباني والجانب السوري، ونحن سعيدين كثير بهالمبادرة اللي اجت من قبلهم، وتقدمت لنا كل التسهيلات المناسبة لاستقبال الوفد، ونحن شاكرين رئاسة جامعة دمشق، وطبعا كل الشكر لوزير التعليم العالي لتقديم كل التسهيلات لهذا الموضوع. La idea es colaborar en varias áreas de investigación. Hay varios. الهدف انه تقديم مشاريع لها علاقة بالبيئة وتطوير البيئة ما بعد الكونفليكت او الحرب، واستخدام التكنولوجيا والاي تي في مجال تحسين البيئة. الهدف من الزيارة هو إيجاد قنوات للتعاون في مجال البحث العلمي مع الجامعات السورية وتحديدا جامعة دمشق.